لا تدينوا لئلا تدانوا، فبما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. ما بالك تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك، وها هي الخشبة في عينك؟ أنت يا مرائي، أخرج الخشبة أولا من عينك، وعندئذ تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا المقدسات للكلاب، ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترتد عليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أي إنسان منكم يسأله ابنه خبزا فيعطيه حجرة، أو يسأله سمكة فيعطيه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة، فكم بالأحرى أبوكم الذي في السماوات يمنح الصالحات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعله الناس لكم افعلوه لهم أنتم أيضا. هذه هي التوراة والأنبياء حقا، والأمان لجميعكم. الأحبة، بهالذبيحة المباركة منتشارك بالصلاة مع بعضنا لراحة أنفس المرحومين مرعي بطرس زعتر وزوجته لطيفة إمطانيوس بولس المكاري. الراحة الدائمة أعطهم يا رب، ونورك الأزلي فليضر لهم، فلتسترح أنفسهم بالسلام برحمة الله والسلام. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. إنجيل اليوم بالحقيقة دستور لحياتنا عد من غني، كل كلمة فيه مثل كل الإنجيل حقيقة بتغيرنا وبتغيرنا كل حياتنا. من بين الكلمات لفت ونظري بهالليلة يسوع اللي عم يدعيني قبل ما شيل القشة من عين خيي، شيل الشجرة الموجودة بعيني. أخوتي فعلا نحن كلنا سوا بحاجة دايما نتذكر لهذا الموضوع. دايما عندنا إحساس إنه لا، عيني ما بها شيء. لاحظوا إنه أول ما ببلش نحكي مع بعض ما أول ردة فعل فيني أقول ليش وبني أنا؟ بالحقيقة ما حدا عم بيقول أنا بني شيء، بس ما حدا منا كامل. كل واحد منا عن جد إذا بيطلع مزبوط على حياته بيشوف إنه بعد عنده مسيرة كتير طويلة من إنه يتقدم ويتحسن ويعمل أكثر من شغله. مشكلتنا اليوم إنه صرنا منطلع على غيرنا ومنقيم الباقيين، قلة ما منطلع بالمرية تنشوف نحنا وين. هذا الكلام سمعينه كتير، يمكن كل الكهنة بيقولوا. وإذا ما تكون المضبوط هيدي الوعظة اللي بلشت فيها بتبين مثل كأنها مش حلوة نازلين فينا. لا، مش عن عبس يسوع حكي عن قش بالعين وخشب بالعين. كلنا فيت قش بعينينا، ذاكرين قد ايه بتصير توجعنا؟ وإذا بصح لنا أن نشيلها منرتاح. وهيدا اللي عم يقول لك يا يسوع. يسوع منه جاي يقول لك أنا هون جاي تدينك. لا تدينوا كي لا تدانوا، بلش الإنجيل. مني جاي حتى يقول لك أبتسوش. لا، يسوع عم يقول لك أنا جاي تريحك، بس ما بدك ترتاح، بلش تطلع بعينك شو فيه.
يسوع عم يقول لك صدقني انت اللي بتستفيد، انت اللي رح ترتاح. نعم اخوتي، كل مره حدا منا قادر يشيل قشه من عينه، نقطه بتبعده عن الله، خطيه متقلي على ضميره او متقلي على كتافه، نحن اللي بنرتاح. اللي جاي يسوع يقلنا يا اليوم القداسه حلوه، طعمتها كتير حلوه، هي لقلنا لمصلحتنا، منا شغلي. يسوع عم يطلبها منا هيك، ونحن قال عم نعمل جهد تنعمل له اياها لاله، مثل كانه هو اللي عم يستفيد. يسوع اليوم عم يقول لك كل ما بتقرب بمسيره قداستك صدقني عينك رح ترتاح وقلبك رح يرتاح، انت رح بتصير مبسوط كرمالك هيدا الشيء. تذكروا موقف الفريسي والعشار، الفريسي اللي واقف قدام يسوع عم يقول له كرمالك بصوم، يسوع قال له خيا بدك تصوم إذا ما عندك مبسوط بصومك، عادي تربحني مني يلا خليك عمل لك إيه هون لألك. لذلك إخوتي ببداية هيدا الصوم نحن بعدنا بأسبوعه الأول، يسوع عم بيقلنا الثاني صرنا، يسوع عم بيقلنا قربوا مني أنتوا بتنبسطوا، دوقوا طعمة القداسة شو طيبة. مزبوط بالبداية بتتعب، كل شيء ببدايته بتتعب، ذاكرين الرياضة، بس كلنا اليوم نجرب نعمل أول ما بنمشي أول يوم يومين ثلاثة بنعضل نتعب، بس بعد شوي بيصير جزء من حياتنا، بنصير نقول لبعضنا أنا إذا ما بعمل هالنص ساعة رياضة نهاري ما بيكون حلو. ونفس الشيء مع الله، رياضة روحية إذا بلشنا معه منذوق الطعمة وما عاد فينا نبعد، بيرتاحوا عيوننا وقلبنا ونفسنا وحياتنا، ومنصير أسعد الناس. أمين.